أهلا وسهلا بكم في صداق لا من جديد، نرصد فيه أبرز ما كتبت الصحف العراقية والعربية والدولية، ونبدأ من أهم العناوين. نقرأ في المدى، الصحة العالمية تقول إن العراق مهدد بانتشار كبير لكورونا. في يقين نت، انخفاض إنتاج الحمضيات إلى النصف في ديالة بسبب الجفاف. كتبت فاينانشال تايمز، مليار دولار لبناء سفارة أمريكية عملاقة في لبنان الغارق بالأزمات. وجاء في صحيفة الميثاق الوطني، ميليشيا النجباء انشغلت بقتل العراقيين ولا علاقة لها بالمقاومة العراقية. في عربي أو في العربي الجديد، ليبيا تتعقب 100 مليار دولار من أموال القذافي في 6 بنوك كبرى. وفي The Independent Times تنتقد وصف قتل الأطفال في غزة بأضرار جانبية. والختام مع إندبندنت عربية، مدينة الإنترنت بدلهي تلاحق مساحات صلاة المسلمين. نبدأ من صحيفة الميثاق الوطني، ومقال للكاتب أحمد صبري عن الصراع بين أحزاب السلطة بالعراق لمن الغلبة. كشفت نتائج الانتخابات عن موقف شعبي متنام شكلت ملامحه ثورة تشرين وقبلها قوى وفعاليات سياسية رافضة لأداء النظام السياسي والميليشيات التي تهيمن على الحياة السياسية. وهذا الموقف الشعبي تفاجأت به منظومة الحكم وأحزابها التي استغلت موارد الدولة لدعم قوى وشخصيات، إلا أن نتائج الانتخابات رغم عدم شرعيتها والشكوك حول صدقيتها كانت صفعة لحملة السلاح الذين تمترسوا حول الجدران الطائفية من غير أن يدركوا أن العراقيين ضاقوا ذرعا بهؤلاء الذين يتلقون التعليمات من خارج الحدود واخترقوا الجدران الطائفية. واللافت أن خسارة حملة السلاح الطائفي راحوا يتباكون على السلم الأهلي جراء ما وصفوه تزوير الانتخابات، غير أن سلاحهم وتنمره على العراقيين ولا سيما المغيبين والمعتقلين وسياسة التغيير الديموغرافي يكشف زيف حرصهم على السلم الأهلي، متناسين أن الميليشيات التي تتباكى على حظها العاثر حصدت خيبة هزيمتها بالانتخابات بالتلويح بالسلاح تارة وبالمطالبة بإلغاء نتائج الانتخابات تارة أخرى. لقد آن الأوان أن تدرك منظومة الحكم وأحزابها الطائفية وحملة البنادق التي تلوح بالتصعيد والتهديد أنها ستواجه أفقا مسدودا لا يمكن اختراقه من فرط تمسك العراقيين بأسوار الوطن المنيعة التي حالت حتى الآن دون اختراقه رغم الدعم الإيراني الهادف إلى اختراق الأسوار الوطنية المتقاطعة مع مشروعهم التوسعي. إن الأيام المقبلة ستشهد مزيدا من الشد السياسي واستخدام فائض القوة لدى الميليشيات المسلحة في مقابل فائض شعبي واسع ومتنام، غير أن هذا الفائض من القوة سيفكر أي طرف في استخدامه أكثر من مرة لفرض إرادته، لأن نتائجه ستكون كارثية ستضع العراق على الطريق المجهول والكارثي نحو النفق المظلم ضحاياه العراقيون الذين ضاقوا ذرعا بالطبقة السياسية التي تحكم العراق وتدير شؤونه. يتابع الكاتب أحمد صبري قائلا باختصار إن الموقف الأمريكي من دور أذرع إيران المسلحة بالعراق مرهون بالملف النووي الإيراني ونتائجه، فضلا عن الوجود الأمريكي بالعراق الذي سيستمر بغطاء الدعم اللوجستي. إن إيران، يتابع الكاتب، التي أصيبت بخيبة أمل من جراء خسارة أحد حلفائها وأذرعها الميليشياوية بالانتخابات، تحاول ترميم حائط الصد الذي بدأ يتهاوى بفعل رفض العراقيين
لدور حملة السلاح ومشروعهما التوسعي رغم التلويح بفائق القوة لدى حلفائها. الميثاق الوطني وهي صحيفة أخرى، وفيها يقول الكاتب عمر الحلبوسي في مقال له، يقول: أسدلت مسرحية الانتخابات التي جرت في 10 من تشرين الأول، النتائج أشبه بالبورصة التي ترتفع وتنخفض بشكل مفاجئ، وهو ما كشف للجميع عن التلاعب الخطير الذي يحصل في دهاليز المفوضية العليا غير المستقلة للانتخابات، بعد كل تهديد تطلقه الميليشيات الولائية التي هددت مرات عديدة إن لم يكن لها نصيب في السلطة التشريعية والتنفيذية فسوف تشعل حربا طاحنة في العراق. وهي بهذه التهديدات أثبتت أن لغة السلاح هي من تحكم، لا صناديق الانتخابات كما يروج. إن البورصة الانتخابية كشفت حقيقة المرشحين المستقلين الذين تهافتوا للانضمام لأحزاب وجهات سياسية تقليدية وتخلوا عن ادعائهم بالاستقلال، ليتبين أن كل حزب قام بغرس مجموعة مرتزقة تحت اسم مرشح مستقل وجمع به الأصوات، ثم بعد فوزه أعلن عن تحالفه مع الحزب الذي رعاه طوال الفترة السابقة للانتخابات، فيما أبقت الأحزاب على بعضها من مرشحيها تحت يافطة المستقلين تمهيداً لخدعة سياسية جديدة، وهي لعبة واضحة لم تعد خافية على أحد، مع استمرار الأحزاب في التلاعب في الساحة العراقية بخدع كثيرة تستهدف تضليل الشعب العراقي. لقد شكل صراع الأحزاب على المناصب حقيقة البورصة بشكلها الصريح الذي كانت تنكره في الانتخابات السابقة، وتجلى ذلك بإعلان فوز مجموعة جديدة من النواب وخسارة نواب كانوا ضمن الفائزين في إعلانات نتائج الانتخابات من قبل المفوضية. وتكررت هذه الحالة مرات عدة، شهدت محافظة الأنبار حالتين ناهيك عن المحافظات الأخرى. إن التناقض في إعلان نتائج الانتخابات وتخبط المفوضية كان بشعاً لدرجة أنها كانت تنافي تصريحات الصباح بتصريحات المساء، ثم جاء تخبط الأحزاب نفسها التي تقلبت في تصريحاتها ومواقفها المستمرة حتى الآن مع الجولات المكوكية لممثلة الأمم المتحدة جينين بلاسخارت التي لم تقل عن الميليشيات تقلباً وتخبطاً. يتابع عمر الحلبوسي قائلاً: القرار الشعبي كان حاسماً منذ الساعات الأولى للانتخابات التي شهدت عزوفاً كبيراً وخلواً لمراكز الاقتراع من الناخبين، واقتصر الحضور على مراقبي الأحزاب الذين كان عددهم أكبر من عدد الناخبين أنفسهم، وهو بمثابة إعلان رسمي شعبي بإسقاط العملية السياسية، وأن جميع المشاركين فيها الفائز والخاسر هم خاسرون بأمر شعبي لا يقبل النقد ولا المساومة. وجاء ذلك بعد تصاعد النقمة الشعبية على حكومة الاحتلال التي عاثت فسادا في العراق بحسب ما يقول الكاتب. في موقع راسام كتب حاتم الفلاحي مقالا ضمن سلسلة الطائفية صنيعة الاحتلال وأداة الحكومات المتعاقبة لتدمير العراق، وركز الكاتب في مقاله على انتخابات عام 2018 وحكومة عادل عبد المهدي في حينه، وقال: لقد شهدت الانتخابات البرلمانية لعام 2018 متغيرات كثيرة ألقت بظلالها على المشهد السياسي العراقي بشكل واضح، ومنها استعادة المدن من سيطرة تنظيم الدولة بعد أن دمرتها الحرب وهجرت أهلها، بالإضافة إلى ظهور الحشد الشعبي كقوة عسكرية وسياسية قوية وموازية للمؤسسة العسكرية، حيث استطاعت فرض إرادتها السياسية بقوة السلاح. إن الانقسام كان صفة مميزة لهذه الانتخابات، فقد انقسمت القوائم والكتل والتحالفات الانتخابية لجميع المكونات السنية والشيعية والكردية، وزادت حدة الخلافات والانقسامات السياسية والطائفية بشكل كبير،
نتيجة الانقسام في بنيتها الأساسية ضمن الحزب الواحد، كما فشلت الأحزاب والكتل السياسية في تشكيل قوائم وطنية عابرة للطائفية والهويات بشكل حقيقي، بل فشلت في طرح مشروع وطني عابر للهوية الطائفية والمذهبية والدينية، لأن بنية الدولة ونظامها السياسي قائم على المحاصصة الطائفية ولا يسمح بالتغيير رغم انقلاب الشارع عليها وتغير مزاج الناخب العراقي، ولأن الولاءات ما زالت تحكم الطبقة السياسية الفاسدة وثمة عامل أيديولوجي يحكم التحالفات لهذه الأحزاب التي ثبت تبعية الكثير منها لإيران، كما شهدت هذه الانتخابات عمليات تزوير غير مسبوقة خصوصا مع عزوف كبير وغير معهود للناخب العراقي من جميع المكونات الذين فقدوا الثقة بأي عملية تغير سياسي، طالما بقيت الطبقة السياسية هي المهيمنة على المشهد السياسي العراقي، كما تعرض صناديق الاقتراع إلى عمليات حرق مخطط لها لإخفاء عمليات التزوير ومن يقف وراءها، خصوصا أن إعادة الفرز لكثير من المناطق والصناديق بسبب فشل الحكومات المتعاقبة في توفير الحياة الحرة الكريمة للمواطن العراقي الذي فقد الأمن والاستقرار. ويختم حاتم الفلاحي مقاله بقوله إن مسألة تشكيل الحكومة في العراق هي مسألة معقدة بسبب بنية النظام السياسي الطائفي الحاكم وهيكلية الدولة بعد الاحتلال الذي يعد أحد الأسباب الرئيسة التي قادت البلاد من فشل إلى فشل آخر. إلى صحيفة عربي 21 الآن، والمقال عن قمة بايدن للديمقراطية ومعتقل غوانتانامو. كتب محمد المنشوي مقالا في موقع عربي 21 ويقول فيه: بدأت الخميس الماضي في العاصمة الأمريكية أعمال قمة افتراضية حول الديمقراطية والتي يستضيفها الرئيس جو بايدن. في الوقت ذاته لا يزال معتقل غوانتانامو يعمل بعيدا عن أي التزام بالقوانين والقواعد القضائية الأمريكية. وقبل 20 عاما عمدت إدارة الرئيس الأسبق جورج بوش الإبن إلى استخدام معتقل غوانتانامو الواقع جنوب شرقي جزيرة كوبا بصورة مؤقتة كمركز اعتقال للمتهمين بارتكاب أعمال إرهابية ضد الولايات المتحدة عقب بدء الحرب في أفغانستان والتي شنتها واشنطن بعد أحداث 11 من أيلول سبتمبر 2001. لم يستغل بايدن وجود أغلبية ديمقراطية في مجلسي الكونغرس الشيوخ والنواب للدفع بغلق معتقل غوانتانامو ووضعه ضمن أولويات إدارته، ولم يستغل بايدن كذلك انتهاء الحرب الأمريكية على الإرهاب الدولي بالانسحاب العسكري الأمريكي من أفغانستان في شهر أغسطس الماضي للدفع بغلق المعتقل الذي مرت قبل أيام الذكرى 20 لبدء استخدامه، وأصبح المعتقل علامة شديدة السلبية على سمعة الولايات المتحدة عبر العالم. وتعترض مساعي إغلاق المعتقل 3 عوائق أساسية هي موافقة الكونغرس ومصير المعتقلين والمحاكمات العسكرية. ويعتقد على نطاق واسع أن إغلاق المعتقل سيساعد على تحسين بيئة الأمن الأمريكي مع استعادة واشنطن دور القيادة الذي تخلى عنه ترامب في الكثير من الملفات الدولية، وحتى اليوم لا يزال المعتقل موجودا ويقبع فيه عدد من المتهمين بالإرهاب وعلى رأسهم خالد الشيخ محمد الذي يوصف بأنه العقل المدبر لهجمات 11 من سبتمبر. وشهد المعتقل حالات واسعة من انتهاك حقوق المعتقلين وحرمانهم من محاكمات عادلة إضافة لممارسة التأذيب في أقبح صوره. في النهاية، هل يمكن لبايدن أن يتجاهل إغلاق معتقل غوانتانامو في وقت يحاضر فيه العالم عن ضرورة الالتزام بحقوق الإنسان وسيادة القانون؟ الآن إلى مقال آخر في إندبندنت. مدينة الإنترنت بدلهي تلاحق مساحات صلاة المسلمين. نشرت صحيفة الإندبندنت تقريراً للصحفية سرافاستي داسغوبتا بعنوان مدينة الإنترنت بدلهي تلاحق مساحات صلاة المسلمين،
وحاورت الصحفية مجموعة مسلمين في مدينة غوروغرام التابعة لدلهي يؤدون صلاة الجمعة في قطعة أرض خالية بالكاد على بعد 500 متر من مكان عملهم. نمط تكرر في جميع أنحاء مدينة غوروغرام، حيث استسلمت إدارة المنطقة والشرطة لضغوط عدد من الجماعات اليمينية، وينتمي الكثير منها إلى حزب بهاريتيا جانات الهندوسي الحاكم في الهند. ومنذ أن بدأت حملة الضغط الأخيرة في 17 من أيلول سبتمبر، تعطلت صلاة الجمعة في 37 موقعا تلو الآخر، حيث وصفت الجماعات الهندوسية الصلاة في الهواء الطلق بأنها إساءة استخدام للأماكن العامة، وزعمت أن هذه التجمعات تشكل تهديدا للأمن. في 2 نوفمبر، سحبت إدارة المنطقة بشكل دائم الإذن للصلاة في 8 من المواقع 37 المخصصة للصلاة. ومع استمرار الاحتجاجات، فإنه ليس هناك ما يضمن أن مساحة صلاة المسلمين في غوروغرام لن تتقلص أكثر من ذلك. ويرى الدكتور أمير علي، أستاذ العلوم السياسية بجامعة جواهر لال نهرو في دلهي، أن ما يحدث هو محاولة أخرى من قبل المنظمات الهندوسية اليمينية لمواصلة إيجاد خطوط الصدع بين المجتمعات وتأجيجها. في اندندنت جاء أيضا أن ألطاف أحمد، وهو المؤسس المشارك لمجلس غوروغرام الإسلامي وعضو مجموعة المجتمع المدني، يقول ألطاف: على عكس المدن القائمة لا تكاد توجد مساجد هنا، يجبر الناس على الصلاة في الأماكن العامة لأن تخطيط المدن لا يشمل المساجد. إلى المقال الأخير، وهو منشور في صحيفة التايمز تحت عنوان: لماذا قد تضطر أمريكا لقصف إيران؟ نشرت صحيفة التايمز مقالا لمراسلها لشؤون الشرق الأوسط ريتشارد سبنسر بعنوان: لماذا قد تضطر الولايات المتحدة لقصف إيران؟ وتحدث سبنسر في مقاله عن أنباء مسربة تفيد بأن القادة العسكريين الأمريكيين والإسرائيليين يخططون لمناورات مشتركة تهدف إلى تدمير المنشآت النووية الإيرانية. إن القوات الجوية الأمريكية أعلنت قبل أيام عن نجاح اختبار لقنبلة خارقة للتحصينات موجهة بالليزر، وهذا النوع من القنابل له أهمية قصوى، فهو مصمم لاختراق حواجز صلبة من النوع الذي بنته إيران حول مواقعها النووية، والعديد منها مدفون في أعماق الجبال. وأشار سبنسر إلى تصريح أدلى به وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين عندما قال إنه غير متفائل بمحادثات فيينا. وأضاف الكاتب أن المتأمل لهذه التصريحات يرصد عدم تنصل أي إدارة أمريكية على الإطلاق من الاحتمال النظري لمهاجمة إيران. وقد أوضح بلينكين وفريقه أن الخيارات الأخرى إلى جانب المحادثات مطروحة على الطاولة، إذ اتخذت إيران خطوات قد تفضي إلى بناء سلاح نووي بعد أن قامت بتخصيب يورانيوم بنسبة نقاء 60%، وهي نسبة لا تقل كثيراً عن نسبة 90% اللازمة لصنع القنبلة، وتتجاوز بكثير أي نسبة تستخدم في تطبيقات غير عسكرية، كما اعترفت مؤخراً لأول مرة علانية بأن برنامجها النووي يحتوي على عناصر عسكرية. وقال روبرت مالي، المبعوث الأمريكي الخاص لشؤون إيران، إن الولايات المتحدة لن تقف مكتوفة الأيدي إذا تقدم البرنامج النووي الإيراني، كما نقل عن مسؤول أمريكي مؤخرا في إفادة بشأن القرارات الأمريكية وما سيحدث إذا فشلت المفاوضات. نقل عنه قوله: عندما يقول الرئيس بايدن إن إيران لن تحصل أبدا على سلاح نووي فهو يعني ذلك. أثرت الأمطار الغزيرة سلباً على حياة ألاف النازحين وفاقمت معاناتهم في المخيمات بمنطقة إدلب شمال غربي سوريا، وخلفت الأمطار الغزيرة أضراراً في خيام ومقتنيات النازحين الفارين من هجمات نظام الأسد. وقال خالد مسعود القاطن في مخيم كفر عروق إن خيمته تضررت بفعل الأمطار الغزيرة وباتت غير صالحة للإيواء، فضلاً عن تضرر مستلزمات أسرته الأساسية من ملابس وأغطية.
وأوضح أن خيمته غمرت بالمياه، مضيفا أن وضع الأطفال سيء للغاية بسبب المطر والطرق الموحلة التي لا وكذلك بسبب عدم توفر خدمات. بدوره قال محمد حسن إن الأمطار غمرت العديد من الخيام واضطر العشرات من العائلات للنزوح إلى مخيمات أخرى، ويعيش مئات الآلاف من النازحين والمهجرين من قبل النظام السوري في مخيمات بإدلب وشمال سوريا وسط ظروف معيشية صعبة. نتابع الكاريكاتير. وصلنا إلى ختام صدى الأقلام لهذا اليوم، دائما كونوا في أمان الله.